بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم النادي السباق الختامي لموسم السباقات 2019-2020، والذي أقيم على كأس سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، وكأس سمو الشيخ خليفة بن حمد الخليفة، وكأس سمو الشيخ سلطان بن حمد الخليفة، وكأس الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ علي بن محمد بن سلمان آل خليفة. وقام السيد مازن محمد مطر العضو المنتدب لشركة أسري بتقديم كأس الشركة إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، هذا وقد اشتمل السباق على 8 أشواط.